السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معكم أحمد العربي من مدينة مايكروتك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك مايكروتك إفريقيا. بنرجو من الأعضاء عمل انضمام إلى الجروب وعمل مشاركة المدونة كي شهادة الأعضاء الجدد. المدونة خاصة بشرحات المايكروتك وأجهزة الوايرلس ونقل المسافات والأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة. شرحنا النهاردة إن شاء الله كان الأخ مكشى الصياد من الزقازيق طلبه، وطبعا كتير من الاعضاء عندنا في الجروب او في المدونه طلبت الشرح دوت، او كانت ممكن ان انا اضع لك حل او اشوف لك حل للمشكله ديت. وكتير من الاعضاء يمكن ما كانش متوقع الشرح ده، بس ان شاء الله وصلت الحل فيه وعملت السكريبت وجربته اكتر من مره، وطبعا هشرحه لك. طبعا كلنا منتظرين الشرح هو ايه، وطبعا لما نشوف الصفحة هنعرف مشكلة ايه بالظبط. مشكلة صفحة الدعم والمساعدة، نسيت اسم المستخدم وكلمة مرور حسابك. مشكلة نسيان الباسورد او اليوزر نيم الخاص بك بشركة تي داتا، او كتابة الباسورد غلط او اليوزر نيم غلط. طبعا المشكلة ديت اما بتقابلنا كتير، طبعا الصفحة دي بتبدأ تنتشر عندك في الشبكة بشكل فظيع. طب اي عميل بيجي يخش بيبدأ ان الصفحة دي تجيله، ما بعرفش يخش على الانترنت او اي حاجة. طيب حل مشكلتنا النهاردة عدم ظهور صفحة الدعم والمساعدة، نسيت اسم المستخدم وكلمة مرور حسابك. عملت لها سكريبت ان هي ما تظهرش خالص وتتعمل لها بلوك من على المايكروتيك. الناس اللي عندها دمج ممكن تعملها على الدمج، الناس اللي عندها توزيع ممكن تعملها على التوزيع، على اي نسخة شغال ان شاء الله بفضل ربنا. طبعا انا بهدل الشرح دوت للناس كلها اصحاب شبكات في مصر، وبهدل الشرح دوت ل مدونة مايكروتك افريقيا والناس اللي هي شغالة في مجال التوكيلات اللي هي الخاصة بتي داتا. هنشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين الصفحة بتفتح تاني، بحدث الصفحة تاني. طبعا عملت يوزر نيم وباسورد غلط علشان الصفحة تظهر لي زي ما احنا شايفين اهيت. الصفحة دي صفحة ساعة ما بتظهر كده بيبقى يومها مش معدي، ويبقى اليوم مش حلو من اوله. طبعا مفيش نت، الصفحة دي بتظهر، عاوزين نشيل الصفحة دي عشان نحل المشكلة. هنشوف معايا السكريبت اهوت. السكريبت طبعا يعتبر انا اللي عامله او اشتغلت فيه وجربته. طبعا بعد تعديل كان حصل فيه مشكله، السكريبت اللي كان اصلا يعني ما كنت بحطه او شغال كان بينزل في الفلتر كان بيبدا يفصل النت كله خالص، تمام. فعدلت بعض الحاجات فيه والحمد لله شغال تمام. تمام هناخد السكريبت دي كوبي يا جماعه، وهنخش في الانبوكس بتاعنا، هنخش على النيو تيرمينال، وهنخش على الاي بي فاير وول، هتيجي في الفلتر. احنا هنعمل له بلوك من خلال الفلتر، بس طبعا عملت لك سكريبت عشان تنزله بس عشان ما تتعبش نفسك، ماشي. طبعا هعمل له بيست، هيبدأ نزل معاه زي ما احنا شايفين اهوت. عدم ظهور صفحة الدعم الفني والمساعدة، طبعا كاتب اسمي تحت ورا في الاخر احمد العربي، تمام. طيب نشوف كده الدنيا فيها ايه. احنا بعد ما نزلنا الرول وزي ما اشتغل، طبعا احنا عرفنا ان هو اشتغل خلاص اهو، تمام الدنيا تمام معانا قدامنا اهي اهي. هبدأ اعمل تحديث للصفحة اهو. طبعا الصفحة ما عادش هتفتح معايا خالص اهو. كتير من الاعضاء عاوز حاجة زي كده طبعا، لان الدنيا كلها ساعات بتعمل اليوزر نيم والباسورد غلط اهو زي ما احنا شايفين. وطبعا هعمل برضك حل مشكلة نزول الخطوط اللي هي ال 128 والكلام من دوت. هعمل له ان هو يتعمل البلوك على المايكروتيك ان هو ما يظهرش عندك في الشبكة او ينتشر في الشبكة. طبعا يا جماعة الموقع دوت خلاص ما عادش هيفتح، انسى مشكلة ظهور صفحة الدعم الفني والمساعدة. اي شرح ان شاء الله ممكن اي حد يديني نبذة عنه وابدأ ان انا يعني اشرحه لك، يعني اللي يديني نبذة عن الموضوع دوت عشان يكون برضك يعني ما ناخدش الموضوع. مكشى الصياد قال لي يا استاذ احمد عايزين نعمل شرح كذا كذا، فكنت اليومين اللي فاتهم مش فاضي، فاما قعدت فاضي كده عملته له اهوت، وعملناه للاعضاء كلها عشان تبدأ ان هي تعرف. طبعا الرول جميل جدا جدا، انسى ان الصفحة عادت تفتح خالص.
مشكلة ظهور الصفحة وتنتشر في الشبكة بشكل فظيع، وعدم النت خلاص اتقطع والدنيا. ممكن تعمل بلوك بقى، ما تروح تتصل على الشركة تجيب اليوزر نيم والباسورد الاصليين بتاعك. طبعا لو قفلنا واحنا كده متابعينها وزي ما احنا شايفين، لو قفلنا الرول من هنا او عملنا له اكس كده، طبعا يبدأ يتحدث معايا ويبدأ اهو يفتح الصفحة معايا اهوت. بعد لحظات هتلاقي الصفحة فتحت معاك تاني، مفيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين كده. كده الشرح قدام الناس اهوت على الطبيعة، مفيش اي مشكلة. هرفع لكم الرول على الجروب وهرفع لكم الشرح ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.